فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، يقول سمعت بعضهم يقول زوارات بمعنى من يكررن الزيارة، فإن كانت مرة واحدة. نعم قيل هذا، لكن فيه رواية ثانية لعن الله زائرات القبور، المراد الزيارة ولو مرة ما تجوز، فكلمة زائرات ما فيها تكرار. نعم.